0.38 صح؟ اللي يجيب الرقم ده. طب هقول ان الاكس بتساوي 25 على كام عشان يديني 1.38؟ تعالى هنقسم، احنا قلنا 2 4 6 8 10، 10 هتبقى 2.5، لا 12 ما ينفعش، 14 ايه؟ ما ينفعش برضه، يبقى 16. 18. تعالى 25 على 16 بكام يا جماعه؟ 1.56. 1.56 صح ولا غلط؟ ما ينفعش. يبقى انا هقول كده ايه؟ 16 ما تنفعش معايا، يبقى لازم يبقى كام؟ 18. 18 25 على 18 بكام؟ 1.38 جايه بالظبط. صح؟ هي فيها كسور كمان. تمام. 1.38 يبقى جايه ايه؟ بالظبط. طب انا عندي عدد الرشاشات المفروض يبقى كام؟ 9. 9. يبقى 8. عدد الرشاشات على هو يديني عدد الرشاشات بيساوي كام؟ 18 على 2 بيساوي كام؟ 9. دي عدد الاجزاء. عدد الرشاشات على عدد الرشاشات فريكونس. تمام؟ تعالى كده حضرتك مش مصدق، تعالى نختار ونعملها مع بعض. ماشي؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 رشاشات قدام. تمام؟ تعالى نحسب كده اهو، ادي هنا اهو المسافه هنا كام؟ ده 1.38، المسافه هنا كام؟ 3.6 7. لا دي 2.66 يبقى 2 اكس، بقى 2 اكس اللي هي 1.38 في 2. كان الاكس 1.38، الاكس هنا كام؟ 2.76. طيب انا لغايه دلوقتي ببص اقول ايه؟ اقول يا جماعه هيحصل في اوفرلاب. كلمه اوفرلاب يعني ايه؟ الدايره بتاعت الرشاش بتاعي 3.7 من 10 صح؟ طب الرشاش الثاني 3.7 من 10، انا كده خسران. خسران كام؟ خسران متر على كل ايه؟ على كل رشاش، على كل لاب فلوس صح ولا لا؟ يبقى الطريقه دي كويسه قوي، طريقه الاكس 2 اكس دي كويسه جدا، بس مشكلتها ايه؟ ان هي بتزود عدد الرشاشات صح؟ بس بتديني انديكيشن، بالذات ان هي بتديني انديكيشن ايه؟ ان عدد الرشاشات بتاعتي الماكسيموم بتاعه كام؟ 9. 9 كده تمام؟ خلي بالك من كليكات تانية صغنطوطة كده هي هقولها لك. طيب أنا كده ابتديت قلت إيه؟ قلت طب لو 9، لو هما 9، لو هما 9 صح؟ لو هما 9 مظبوط كده يا جماعة؟ هيديني الرقم ده. طب لو هما 8 يديني كام؟ صح؟ لو هما 8 يدوني كام؟ أنا هعمل إيه حضرتك؟ هقوم أعمل كده. ادي الرشاش الاولاني، ادي الرشاش الثاني، تمام؟ وتعالى نعد مع بعض ازاي نطلعها. ادي عندي هنا اهوت 1 2 3 4 5 6 صوت صوت. يبقى الام دي بتساوي كام؟ 22.24% على 7. جبت منين الرقم ده؟ جبت منين ان انا هاخد 25 طرح ده طرح صح؟ اتفضل ايه؟ 22.24% نسيته؟ انا ما نسيتش. تمام؟ نقسم بقى 22.24% على 7 يطلع لي كام؟ 3.13. كام يا فندم؟ 3.13%. اه
الله الله. بس كل سلوني كام؟ لما اجري كده اجرب ايه؟ اجرب بدل ما يبقى 7 6 صح؟ طيب انا رايي نبدا لو بدانا من النص يا دكتور هنجيبها بالظبط. يعني لو بدانا توزيع مشروب من النص انا فاهم. ما تفرقش خالص انت بس عشان اقول لحضرتك ايه طريقه التكنيك. بس السبعه جت منين؟ ايوه السبعه مسافات كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 تمام. 7 ماشي كده يا باشمهندس. المسافه بس دي اللي هي المسافه ما بين الرشاشات وبعضها. طب لنفرض عدد الرشاشات كام؟ بدل ما هم 7 بقوا 6. بس الرشاشات دي 8 ولا 7؟ هم 8 دول. قلت لك هم 8 المسافات. المسافات 7 مسافات على 8 رشاشات. يعني فوق 8 مسافات؟ اللي فايته خالص 2 3 4 5 6 7 8 مش مظبوط. مش خالص. انا النقط خليت معلش نظر. طيب اطرح او هشيل ايه؟ هشيل رشاش من مثلا هشيل رشاش من دول يبقى كده بقت عندي ايه؟ 6 ها 6 يبقى ال 6 ام تساوي كام؟ 22 24 بالمية على كام؟ على ال على 6 ام او ال ام هتساوي ده على 6 تمام. ال ام بكام؟ 3.7 كام؟ 3.7 الله. لو انا استخدمت طريق ال اكس من اكس لو انا استخدمت طريق ال اكس من اكس هيديني كام؟ 9 رشاشات. لكن لو انا استخدمت الطريقه الهايله اللي قال عليها الباشمهندس تمام؟ قال لك ايه يا عم؟ لا طب ما تاخد من هنا 8 بس مش 8 1 8 30 تمام. بس هي الكونسيبت خد من هنا الماكسيموم وخد من هنا الماكسيموم خد المسافه كلها تمام. نقسمهم على 3 دي يطلع لي كام؟ 3.7. طيب ما تيجي بالعكس، انا جبت السته دي ازاي؟ اللي هي عن طريق 3.7 صح كده؟ في اي فريكشن يعني 3.7 بالظبط ولا تسيبت 3.788 3.7 و1 0 يعني في 1 0 0 6 يعني ممكن تاخد 1 خلاص. لا مش فارقه قوي مش رقم تمام. تمام كده سهله عرفنا جت ازاي؟ طيب الباشمهندس بقى بيقول انا عندي تكنيك تاني تمام. تعالى التكنيك التاني اللي احنا ناخد من النص صح؟ صح كده عرفنا الطريقه وكده. ست رشاشات هي ال ست رشاشات على العدد صح؟ سبعه لا مش سبعه يعني دي ست مسافات. ست مسافات يبقى سبع رشاشات. اه ست مسافات سبع رشاشات 1 2 3 4 5 6 7 رشاشات وست مسافات. بس احنا بنتكلم اليمين بس الطريقه التوزيع بس. طيب تعالى بقى حضرتك لو احنا خدنا النص يا باشمهندس لو احنا خدنا النص طريقه ايه؟ خدها من النص لنص دول وبعدين هناخد مسافه 3.7 من هنا و3.7 من هنا. هناخد من هنا 3.7 من هنا وتاخد من هنا 3.7 من هنا صح. وبعدين نكمل بقى ممكن ما تاخدها خالص عن ال 38 ممكن ما ناخدهاش معانا. يعني قصدي ان ممكن الرشاش اللي هو 3.7 يغطي المسافه اللي هي بتاعت 38 صح. انا موافق معاك. تعالى نفكر الباشمهندس قال ايه؟ الباشمهندس قال لك تعرف نص المكان تمام؟ وخد من هنا 3.7 وخد من هنا 3.7 مثلا كويس؟ هتيجي تبص تلاقي لزقت في الحيطه هنا اهو المسافه ما بتكلفش 1.38 مثلا. هتبص تلاقي ان هي بقت اقل ممكن توصل ل 1 متر. انت كده ما استفدتش. فاهم قصدي؟ ما استفدتش بالماكسيموم. فاهم قصدي؟ لزقت الرشاش فين؟ في الحيطه اهو. بس كده هنبقى جبنا اقل عدد من الرشاشات صح؟ ممكن يعني ممكن لو زودنا واحد عليه يبقى كده عوضنا. ممكن كده المسافه 12.5 كده المسافه 12.5 من النص لحد دلوقتي 12.5 ماشي. تقسمها بقى اعملها بنفس الطريقه مش كده. ما تعملش حاجه انت كانك عملت انت ما عملتش حاجه. خدت مكان الاوضه خدت الاوضه وحسبتها نص كده لما كانت الاوضه 4 دي طريقه ودي طريقه ودي طريقه. كل شيخ وليه ايه؟ طريقه
بس هقول لي من ايه يا راجل نبص على الكود انت كده الكوست لا يا حبيبي الكوست ده كده ماشي لما انت قال ده وانس وانس تمام الكوست بتاع حضرتك تمام لكن الكود ده بتاع الكود وبعدين هنا نطبقه مع بعض مش حد ايه يطبق كود الدماغ تمام طيب يبقى هنا اتفقنا يا جماعه مش هنسيب انا سؤال بس يعني احنا وصلنا بقى ان المسافه كام 3.7 من 10 يا باشمهندس المسافه الام الام كام في النهايه بقى باشمهندس هوزعنا في الشوط الثاني انا عايز اوصل هوزع لحضرتك الشوط الثاني مساوي 25 متر كويس كده اهو نزلت 15 متر على الكورن ده او على الكيس ده تمام عندي كام رشاش؟ 7 رشاشات يبقى انا اهو عندي 1 2 3 4 5 عشان بس الدايره تبقى ايه؟ سليمه 6 7 وخلي حرف الحيطه في المنظر ده تمام كده حضرتك 1.38 ان هو 3.7 من 10 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 ان هو 1.8 هتدى 24.96 ماشي تمام كده طيب نيجي بقى حضرتك على الايه؟ على العرض 15 صح؟ عندي سالب ايه؟ عندي نقطة سالب رشاش سالب سيبك من رشاش سالب احنا اتفقنا ان هو ايه؟ انت دلوقتي كده حضرتك في خط كده في خط كده في خط كده عند كل رشاش انا عايز اعرف عدد الرشاشات اللي فين؟ في اتجاه ال 15 وده تمام كده حضرتك؟ تعالى نحسب بقى حضرتك انا اهو المسافة ما بين الرشاش والرشاش هتبتدي بقى ايه؟ نفس القصة، نفس اللي احنا عملناه هنا اهو هنعمله فين؟ في العرض. تمام؟ تعالى في العرض. 1.38 طيب انا ممكن اقسمها كده بعيد عن الشغل ده تمام؟ ابعد كده 1.38 تمام؟ هنا اهو ابعد كده 1.38 12 24 اتفضل كام؟ 12 24 اتفضل من المسافه 11 12 24 12 24 12 24 طيب 12 24 متر ده اللي اتفضل انا عايز اجيب كام يا جماعه؟ عايز اجيب عدد الرشاشات اللي اهو نعمل ايه؟ 3.7 من 10 ماشي 3.7 من 10 بكام؟ 3.3 من 10 يعني كام رشاش؟ المفروض ان هو 3 رشاشات مش هينفع لو انت خدت 3.3 من 10 يعني عدد الرشاشات 3 رشاشات و3 من 10 رشاش كسر يعني اكبروا ل 4 ل 4 تمام؟ كده انت هنا عايز كام رشاش؟ 4 3.3 من 10 كم بسيط مع بعض انا ما معيش الا حاسبك عشان كده هو ده ايه 3.3 من 10 3.06 تمام يبقى انا هو كده حضرتك ممكن امسحها كده عندي 1 2 3 4 5 صح كده؟ تمام تمام المسافة ما بين الرشاش والرشاش تزايد من أكثر من 3.06 تمام؟ من كل رشاش ورشاش وهنا هو 1.38 طب اضرب لي كده عشان نشيل 3.6 من 100 1 2 3 4 4 يبقى
طب بس خلينا نفكر في حاجه. في حاجه اسمها the maximum protection area per sprinkler. The maximum protection area per sprinkler. ممكن تفتح حضرتك الكتاب تاني صفحه 96 عند الجداول بتاعت السبرينكلر. تمام؟ اللي هي الستاندرد سبرينكلر. بص التريكات بس شويه صغنطوطه. يقول لك the maximum protection area per sprinkler في حاله اللايت هازارد والدمي هازارد تحت الكلمه. صفحة